تعال معانا يا قرموطي، في امر بالقبض عليك. الله 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 الله، في ايه؟ بص حمامه سعديه اهي، غيه حمام دخلت علينا. بوش لحق يبلغ ولا ايه يا جماعه؟ معلش احنا بنتكلم. السلام عليكم سعاده الباشا. القرموطي يا باشا. لا روح انت. امال جايبيني ليه باشا؟ تعالى هنا. ايوه يا باشا. وانا ما عنديش غيرك في النازله بتهز من الراجل ليه يا قرموطي؟ هو الموضوع لحق ينتشر يا سعاده الباشا؟ اسمع يا سعاده الباشا، الراجل ده من ساعه ما مسك امريكا وهو مقضيها اجازاته كل يوم طالع يصطاد، وما قعدش في البيت الابيض ساعتين على بعض، ونجح على الجور بخمسين ستين صوت. بدل ما يقعد ينتبه لدروسه ويحسن مجموعه بالملحق اللي طالع بيه، دخل على الشرق الاوسط متقلط علينا ونفخ صدره كده. انت بتتكلم على مين يا راجل انت؟ على دبليو دبليو بوش يا سعاده، مش هو اللي بلغ عنه وجايبني قدام سعادتك؟ انا بقول لك من دلوقتي، الراجل ده ادم وحش وكعبه محني. معلش احنا بنتكلم. اوعى انت بتكتب ايه؟ كعب محني دبليو دبليو باشا. الله عليك يا عمنا، سيجاره على النبي عشان الصحصحه. انت بتعمل ايه؟ ارجع مكانك. حاضر يا باشا، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك. انت تعرف واحد اسمه مرعي بتاع الكلمه؟ ايوه سعاده الباشا، ده راجل معفن. ايه اللي دخله في موضوعنا الكبير ده؟ انت كاتب له كبيرات على نفسك وما عادش يستحق، ما تفرحش ليه؟ مرعي ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسه نيه يا سعاده الباشا، وبيضرب كبيالات وحرامي وناس بتستناك كلها عارفه كده، وهو متضايق منه ومتغاظ اكمني بعمل دعايه لفخري عشان اطلعه. فخري مين؟ فخري بتاع الملايات واللحفه، بطلعه المرعي بتاع الكلمه علشان اعمل توازنات في المنطقه. هتدفع ولا لا؟ ادفع، ما تزعلش نفسك، الضغط شغال في البلد وانت صغير. ماليش دعوه بيا. حاضر يا باشا، بس ما تزعلش نفسك لا تضرب بالضغط ولا حاجه اليومين دول، يعني اللي بيقعوا صغيرين وانت صغير. ماليش، اطلع بره. حاضر يا باشا، اطلع بره. العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، خد بالك. اطلع بره يا باشا، حد يجيب لك الكريم. خير يا مصلحي. اسمع قرموطي. نعم. انت تشوف لك حل في الواد ابنك ده. معلش انا عايزك تصبر عليه شويه، الواد خام لسه، واخلاقه زي البنت البكر، اخلاقه وتربيته هم اللي مضيعينه. اخلاق ايه يا قرموطي؟ شوف بس يا مصلحي، سيبهولي وانا هدردحهولك شويه. لا ابوس ايدك، ما تدردحوش اكتر من كده. استنى فهمني بس يا مصلح، اصل انا عارف ابني، انا اسف على الواد ده في التربيه قوي، الواد طالع مؤدب زياده عن اللزوم. الواد اقول لك ايه؟ الواد لو شافني دلوقتي ما يعرفنيش. ما يعرفكش ازاي يعني؟ لانه ما بيحطش عينه في عيني، عشر سنين بكلمه عنيه في الارض. انا مش عايز اقول لك الكبيره، اول امبارح مش عارف عمل حاجه غلط كده، رحت شخط فيه شخطه عملها على روحه. يا قرموطي، الراجل ده بيقول لك ايه على الصبح؟ عشان شكل كده هنعملها معاه النهارده. ده اللي بيعملها على روحه يا قرموطي. ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت عايز توقع بينه وبين ابن مصلحي ولا ايه؟ مين اللي قال بيعملها؟ ما انا عايز اعرف مين اللي قال الكلمه دي، عشان ده لو انتشرت في الناس ده مش حلوه ليا. مش انت، مش انت ممكن يضيع فيها رئات. مش انت يا عم، انا اللي عملتها على روحي. تعالى بس كده، خلاص اوعى بس. اقول لا، انا هاخد بنتي واسيب البلد كلها من تحت راسكم. الله يحرقكوا بجاز، هي ولعت من شوية. يا جدع روح ربنا يولع فيك وفي كارتتك والحصان بتاعك في ليلة واحدة، اتكل على الله. يلا وادي وحيد، حضر الشيشة بتاعتي. أوي. ايه الصوت ده؟ ده بينه صوت أمي. أمك في الفيلم؟ أمي برضه هتبقى في الفيلم يابا. ايه يابا؟ ايه؟ ده فين يا قرموطي؟ يا وحيد انت فين يا واد؟ ايه اللي قومها أم أوي دي دلوقتي؟ يلا غير المحط، كنا اتفرجنا في القهوة أحسن. غير تشينج تشينج. ما بيش عامل عليك اصلا. كنت انت والواد على ايه يا قرموطي؟ بفرجوا على القناه التعليميه. الواد كبر ولازم يعرف كل حاجه عن الدنيا. قوم امك، قومها انت. ايه يا وليه في ايه؟ انت مش مكبره بحد في البيت ولا ايه؟ بقيت شربت خرج انا؟ هتقعدي تتصبري معايا انا وابنك؟ خش نامي جوه، هتتفرجي معانا على الاباحه دي. اباحه ايه يا راجل؟ ده واحد عمال بيخطب. ما هي بتبتدي بالخطبه وبعد كده بتقلب باباحه. وبعدين بقى مش هكررها كتير، انا تعبان ومعامل مسجون سياسي. ده ايه ده يا سعاده الباشا؟ ده مسجون سياسي. انا عايز اتعامل معامله حرامي غسيل. ومحدش يمد ايده على القفا عشان داخلين على حقوق انسان. معلش احنا باشا. اتفضل يا سعاده الباشا، بيتك ومطرحك. اتفضل خد الشكيته من الباشا. استنوني بره. اللي انت عملته ده يا قرموطي. ايوه يا باشا. عامل اشتراطي الكلابي من الناس وبتكشف في الحكومه. انا شتمت الحكومه يا سعاده الباشا. وما بتكشف في مين يا قرموطي؟ انا بشتم الشعب.
الشباب اللي قاعد عوطني في البيت وعايز الحكومة توصل له الرضع لحد باب بقه، والنبي تعمل الحكومة الغلبانة المسكينة مع شباب مش عايز يشتغل وعوطني وقاعد طول النهار. العالم من دول عايز يضرب له سجارة البنك ويقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار، ولو يحب يتصل بزيرو ثلاث اربعات، عايز يتجوز يتصل بزيرو ثلاث عشرات. والله يا سعادة الباشا كويس ان انتم مستحملينا ومستحملين الشعب ده، ده احنا محدش عاش معانا وعمر، الهكسوس هربوا مننا، انجليز طفشوا مننا، كويس ان انتم قاعدين لنا والله العظيم يا سعادة الباشا. انت كنت بتقول الكلام ده في السرادق؟ انت عايز تفهمني ان انت وطني يعني؟ اوعى تشكك في نزاهتي ووطنيتي، انا وطني ابا عن جد وعيلتي كلهم ماتوا شهداء يا سعاده الباشا. جدي الكبير مات في 48، خالي مات في 6، ماتوا حوادث يا قرموط. هو المحضر وصل لكم؟ اعمل لك ايه اكتر من عملته يا قرموط؟ ما هو ايش قالك في نزلة السباق؟ نفتح لك اداره في الداخليه باسمك؟ الضغط بيلف في البلد، مالكش دعوه بيا، يخطف الصغيرين وانت صغير، مالكش دعوه بيا. بقول لك ايه؟ مالكش دعوه بالحكومه، مالكش دعوه بالشعب، مالكش دعوه باي حد، مالكش دعوه بيا خالص. الضغط بيلف، هتجنني، هجيب لك، اسكت خالص، امشي امشي. يلا عصبي قوي، الحقه بكركريه، ده الضغط هسجنك يا قرموطي، هسجنك يا قرموطي. هو سجن معتقل؟ تقفل عليا بالترابيز من كل حته، ولو ما قفلتيش بقك انا هخاطرك بالفتله والابره وهربطك في رجل السرير. اما اشوف بقى عبد القرموطي هيعمل ايه. اقفل الشرعه دي. معقوله يابا؟ هات بقى الحلقه خلصت حق بكم بيالات يابا؟ اخرجي ما اسمعش عايزك، وادي الشباك اهو. نبي جون الله يكرمك، كنت قصدك في حكايه كده، يا ريت تساعدني فيها. الواد ابني وحيد، يا ساتر يا رب، دماغه متعلقه في السفر، حيموت وملطشه معاه هنا ونفسه يسافر امريكا. وهو دبلوم زراعه. يعني يا ريت تشوف له اي شغلانه في امريكا، ان شاء الله حتى جناين في البيت الابيض، بدل ما الرئيس بتاعكم بشوفه في النشره ماسك الخرطوم وبيرش الجنينه، مش حلو رئيس اكبر دوله يمسك خرطوم كده. الواد وحيد ابني علي ماسكه خرطوم عنب، يعني هيشرفك تمام، هو خريج زراعه قسم خراطيم، يا ريت تشوف له اي وركنج عندكم يعني. وانا هتر وحيد، وانا دار على الشغل في امريكا، يعني في امل تشغله هناك. الله يبارك لك، عارف مش هنسلك الجميل ده العمر كله يا جون، يا ريت تخدمني في الحكايه دي حبيب قلبي جون. حاجه ساقعه هنا لجون، الله يخليك.